بعض الأشخاص يقول الأخ التقيتهم في 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 العمل يصلون صلاة التقصير دائما بدعوى أنهم مغربون عن منازلهم، معتمدين في ذلك على ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى عامين صلاة التقصير. شوف الفقه لا ينشأ من دليل، ثم بعض المرات بعض الإخوان ما يفهموش المسألة. الفقه ديالنا لا ينشأ من دليل واحد، الفقه ديالنا ما ينشأش من دليل واحد. ابن عمر صلى عامين، هذا الفهم ديال ابن عمر. قول ما يمشيش انت باش دير الفقه تمشي عند قول ابن عمر وتنقز عليه وتقول عجبني قول ابن عمر، هذا ماشي دين. لان عامه الفقه الذي امامه والقول الاخر هو ان هذا لا يجوز، اي هذا اذا ابن عمر يعتبر في هذه القضيه شاذا. احنا دائما عندنا لا ناخذ بالشاذ ونترك الراجح، اذا كان هذا من ابن عمر اجتهاد منه او لسبب ما، فما يمكنش نقولوا احنا كاننا نبحث عن حجه وعن سند لنفعل هذا الامر. وجدنا قول ابن عمر نقزع عليه، ولكن جبرنا 60 قول كلها ما عجبتناش الا قول ابن عمر، ماشي فقه هذا. الفقه لا يتاسس هكذا، الفقه لا يتاسس على الدليل الاحادي. انا نقول لكم بان بعض الفقهاء قالوا او بعض الصحابه او بعض كذا دكامه او ضحى بيديك، ضحى بيديك في في في، هل معنى هذا اننا يجوز ان نضحي بيديك؟ لا، هذا قول من الاقوال. بعضهم قال ان الانسان في الوضوء يجب ان يغسل رجليه الى الركبه، قول ونعتمده غسل رجلين الركبه قول شاذ ونسب الى ابي هريره وما الى ذلك. اذا انت لا تعدم اذا قرات الفقه تعدم اقوال مخالفه، لكنك انت لا تتصيد هذه الاقوال لتؤسس عليها فقه. انت لست مغتربا، انت قاعد في واحد البلاد وعندك الدار فيها وعندك شهاده السكنه فيها وقاعد وتاكل فيها الخبز انت مغترب ديك الدار ديالكم اللي ما جابتك حتى فرنك، وانا الان راك في بلادك ما حدك تاكل فيها الفلوس تكبد فيها الفرنك، هذا هو البلاد ديالك. بقى عامين وثلاث سنين انا غريب على بلادي، مازال ما رجعتش لبلادي. اذا فهذا الامر فقه غريب.